رمضان في طرابلس، هذا ليس بالضبط ما يمكن أن تتوقعه خلال شهر الصيام، خصوصا وأن ليبيا تعيش حربا أهلية عاتية منذ عدة أشهر. أتمنى أن يرى العالم ليبيا كما هي وكما يعيش الناس فيها بسلام، يرقصون ويستمتعون بحياتهم. كلمات تحمل شجاعة لا سابق لها، خصوصا وأن مستقبل ليبيا موضوع على المحك. فبداية شهر رمضان لم توقف الناتو من استكمال هجماته الجوية ليلا، إلا أن هذه المدينة لا زالت تبدو عليها علامات التعب، فهناك طوابير طويلة تقف بانتظار الحصول على الغاز، كما أن مبنى فندق الماريوت لا يزال مغلقا ومحاطا بالقمامة، دلالة على فرار الاستثمار الأجنبي من البلاد بسبب التوتر الحالي. إلا أن التسوق خلال شهر رمضان أحدث بعض النشاط في المدينة التي بدأ يشعر سكانها بالفراغ والإنعزالية، غير أننا التقينا بعض الليبيين ممن لم يجدوا الفرحة في رمضان، فهذه السيدة تركت منزلها في الجش بعد هجوم الثوار عليها، ويبدو أن الحرب بين ميليشيا القذافي والثوار لن تنتهي قريبا. من السيء أن يحارب المسلمون بعضهم في رمضان، فهذا الشهر يجعلنا أقوى جسديا ونفسيا، وليعلم الناتو أن 30 يوما المقبلة لن تكون جيدة على الإطلاق. المنطق الذي تعرفه الحرب القتال حتى النصر، ولكنه منطق لا يعيه الليبيون الصائمون هنا في طرابلس.